اهلا بيكم مع الكتاب. الكتاب اللي هتكلم عنه النهاردة اسمه The 4-Hour Work Week للكاتب تيم فارس. تيم فارس بيتكلم في كتابه ده عن الغنى والسعادة في نفس الوقت، بيحاول يوصل للي هيقرأ ان الغني مش معناه ان يكون عنده ملايين. انت ممكن تعيش حياة الناس الاغنياء، محتاج بس تكون حر ومرن وعندك مصدر فلوس معقول بيزيد او ثابت، بس طبعا مش بيقل، وشوية قرارات وخطوات بسيطة. الكتاب ده ممكن يتلخص في 6 نقط مهمين. اول نقطة، اكتب قوانينك وخليك طموح. الناس الناجحة والمقصود بيهم هنا اللي حققوا غنى في فترة قصيرة مش بيمشوا على قوانين حد نجح قبله، بالعكس هما بيكتبوا لنفسهم القوانين اللي يمشوا عليها والمناسبة لحياتهم. في الحقيقة ان عشان اغلب الناس بيطمحوا للحاجات الكويسة اكتر من الحاجات العظيمة، فالمنافسة دايما على الحاجات الكويسة بتكون عنيفة وصعبة. علشان تحقق الحاجات العظيمة الغير متوقعة او تقليدية ده اسهل مما تتصور، لانه قليلين قوي اللي بيسعوا لده. تاني نقطة، اتحرك النهاردة واطلع بره الكومفورت زون بتاعتك. في ناس بدل ما بتعيش أحلامها بتهرب من محاولة تحقيقها، لأنهم بيختاروا الطريق الأسهل والمستقر. علشان تكون واحد من الناس الأغنياء أو الناجحة لازم تبطل تكذب على نفسك وتبطل هروب وتبدأ تعيش أحلامك دلوقتي. انسى جملة أنا هبدأ بكرة أو السنة الجاية أو قريب، أنت بس محتاج تبدأ حالا. وعلشان تبدأ لازم تطلع من الكومفورت زون بتاعتك. تالت نقطة، حتى وانت موظف عادي انت تقدر تعيش حياة الاغنياء. لو نفسك تكون غني علشان تقضيها سفر، انت تقدر تعمل ده وانت موظف عادي زيك زي الاغنياء. اول حاجة، انت محتاج تكون مهم جدا في شغلك، يعني مديرك ما ينفعش يستغنى عنك او يجيب حد غيرك. استغل كل الفرص علشان تاخد كورسات او تدريبات تزود بيها مهاراتك في الشغل، وده هيخليك تسافر اكتر. مش بس كده، انت ممكن كمان تقنع مديرك انك ممكن تشتغل من اي مكان زي بيتك او اي حتة ممكن تسافر لها. طبعا مش كل المديرين هيحبوا الفكرة دي خالص، بس انت لازم تثبت نفسك الاول او تثبت انك قادر انك تعمل ده. رابع نقطة، خليك مؤثر، ويقصد هنا انك ما تعملش كل حاجة، لا انت تعمل الحاجات المؤثرة بس. اما تقضي وقت طويل تشتغل ده مش معناه انك بتعمل الحاجات الصح. استغل وقتك في الحاجات اللي ليها تأثير كبير او هتطلع نتيجة عظيمة. اهتم بالحاجات المهمة واستخدم القاعدة 80-20، 20% شغل يطلع 80% نتيجة. خامس نقطة، times money، اتخلص من حرامية الوقت. معظم الناس بيعملوا حاجات خلال يومهم ملهاش اي 30 لازمة او تأثير على حياتهم، ومجرد ما يوقفوها هتزيد قيمة وقتهم. زي مثلا الميتينجز اللي كلها رغي وكلام على الفاضي، دي عاملة زي البلاك هول بتشفط الوقت جواها. وحاجات تانية كتير مش بس الميتينجز، في الغالب كل واحد عنده الديستراكشنز الخاصة بيه باختلاف ظروفه وشغله، زي مثلا الكلام مع زمايلك في الشغل او في التليفون او الايميلات او السوشيال ميديا. فلازم تسيطر على الحاجات دي، مش هي اللي تسيطر على وقتك. سادس نقطة والاخيرة، ابدأ البيزنس الخاص بيك او اللي انت بتحبه. ابدأ بيزنس مش محتاج وجودك طول الوقت، واللي ممكن تديره من بعيد او حد غيرك ينوب عنك، وطبعا يكون بيجيب دخل مستقر. الكتاب بيعرض طريقة ازاي تبدأ البيزنس الخاص بيك، ازاي تختبر نجاح المنتج بتاعك قبل ما تنزله الماركت، وازاي تكون محترف وتختار العملاء بتوعك، وازاي تبيع المنتج بتاعك بشكل افضل. اللي حابب تفاصيل اكتر في الموضوع ده ممكن يكتب لي في كومنت. في الاخر، الرسالة اللي عايز يوصلها الكتاب ده هي انك بدل ما تعيش حياتك عبد للوظيفة اللي انت مش حاببها، انضم للاغنياء الجداد واستمتع بحياتك دلوقتي. ولو حابب النوعية دي من الكتب، الكاتب بيرشح لك كتاب اسمه كويتر لكاتب اسمه جون اكوف، واللي هيوريك اذكى طريقة تسيب بيها وظيفتك وتبدا البيزنس الخاص بيك. استنونا المرة الجاية مع كتاب جديد، وشكراً.